أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم بعد مرور 40 على تنفيذ حركة حماس عملية طوفان الأقصى، ثم انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم تصاعد التوتر الحربي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ثم ارتفاع مستوى التأهب والوصل بين ساحات الممانعة والمقاومة في المنطقة من العراق وسوريا إلى اليمن في فلسطين والجبهة الشمالية. تتعدد الخطط الإسرائيلية والهدف واحد، تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة ثم الانصراف إلى خطة جهنمية للضفة الغربية. في المقابل تتعدد مقومات الصمود والإرادة والتصميم الفلسطينية، والإيمان واحد، الحق في العيش بدولة فلسطينية حرة مستقلة. في خلال الأيام 40 الماضية والقابلة للتجديد، 11500 شهيد من أطفال ونساء ورجال في قطاع غزة. في خلال 40 يوما الدمار يتخطى 50% من القطاع، والمستشفيات تستهدف في شكل جنوني وحشي إجرامي. واليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الذي يرزح فيه مئات الجثث من المرضى والأطفال بفعل انقطاع المقاومات والقصف العنيف الإسرائيلي. لكن أيضا في اليوم 40 ما بعد عملية طوفان الأقصى، حصل تفاهم داخل الكابينت، كابينة نتنياهو، على السير بصفقة تبادل الأسرى بعد اتصال حصل بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو. في خلال 40 يوما اندفعت حاملة وغواصة وبوارج أمريكية إلى بحار المنطقة، وتأهبت قواعد ألمانية في قبرص لمساندة قوات بنيامين نتنياهو من جهة، ومن جهة ثانية للتنبيه والتحذير من أي اندفاع نوعية لدى محور المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. في المقابل المضادات، مضادات الضمائر الشعبية الغربية في مجملها، تقف ضد الحرب على غزة في سابقة لافتة مغايرة لمواقف إدارات والحكم في واشنطن وأوروبا. بالتوازي روسيا والصين والقمة العربية الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة كوتيريش ينتهجون مواقف على مسارات الحق، بدءا من وجوب وقف إطلاق النار امتدادا إلى المطالبة بحلول عادلة في مقدمة حل الدولتين. أما في لبنان تحديدا، فإن حزب الله وكذلك المستوى الرسمي يقارب الوضع الحدودي الجنوبي بمعايير ميزان الذهب، تحاشيا لوضع الأمور في معايير الحرب الواسعة إلا إذا فرضها الإسرائيلي. الإسرائيلي قلق. كل ذلك ولبنان من دون رئيس الجمهورية منذ 13 شهرا، كل ذلك ولبنان يعني يفتقر يتخوف من الشغور في موقع قائد الجيش. كل ذلك وبعض الأفرقاء يعملون لتوسيع ذات البين بين وزير الدفاع العميد موريس سليم الموقر وقائد الجيش العماد جوزيف عون المقدام الشجاع، وبالتالي كلما لاحت في الأفق حلول تفضي إلى تأجيل تسريح القائد كل ما عمل هؤلاء في الخفاء وغير الخفاء لمواجهة أي حل. معنا مباشرة الجنرال فادي داوود، الجنرال فادي داوود المعروف في يعني ختام مسيرته العسكرية داخل السلك بأنه كان قائد الميداني لحرب الجرود على الإرهاب. أهلا وسهلا فيك جنرال. شكرا على استضافتك ونهارك سعيد لك وللمشاهدين الكرام. يعني طبعا نحن وجهنا لك بالزمانات تحية بال 2017 بإيب بتذكرها، وهلا بنرجع بنوجه لك تحية جنرال. ألف شكر استاذ. يعني حرب فجر الجرود حضرتك كنت القائد العسكري الميداني الذي يمثل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. بعد مرور 40 يوم على حرب غزة، هل يمكن لك كجنرال أن تقدر يعني مدى الفترة الزمنية التي يمكن أن تتوقف بعدها هذه الحرب؟ لا نقدر نعرف أمتى يمكن تتوقف الحرب، بدنا نعرف شو أبعادها وشو أهدافها للحرب. نعم. إذا بتقل اقرأ السياسة الإسرائيلية بقول لك عندهم عنوانين استراتيجيين قديمين جدا مرتكزة سياسة نتنياهو عليهم إذا بدك، وهن ترانسفير، عملية النقل أو ترانسفير. ما تغيرت من 48 لهذا. هيدي ما الدولة الإسرائيلية مثل الجيش الإسرائيلي، الكيان الدولي يعني مثل الجيش الإسرائيلي مثل أي جيوش بالعالم تبنى على أسس ومبادئ. من هالأسس المبنية عليها أنه بدهم ينقلوا سكان غزة من غزة يدفعوهم باتجاه مصر، وهالشي ما تغير أبدا. في تسريب حتى من الويكيليكس لنتنياهو عم بيحكي مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وبيفتح هالموضوع معه، ويكيليكس ذكرتها. وتانية العملية نقل بده يعملها هي من الضفة باتجاه الأردن، وملاحظين جميعنا يعني كل مراقب وكل متابع بيشوف انه لحظة اللي تحركت
معركة غزة فورا حضرها السيناريوين وحضروا بقوة، ودليل القوة اللي حضروا فيها هي ردة فعل المصرية وردة فعل الدولة الأردنية. تفاجأوا لأنه مع حسني مبارك ما قبل، مع المرسي كمان خير، مرسي لحلح شوي، ايه لحلح شوي لأنه على أساس اعتبر حماس وإخوان بقوة، بس ما أخذ عمق أنه أنت عم تضرب، كان عم تنهي قضية، عم بتصفي قضية فلسطينية. نعم. وما بعرف شو بيطلع عندك أنت بمصر. ايه صحيح. مؤخرا في كتيبة مدرعات من الجيش المصري وقفت على معبر رفح، يعني أنا ما بتوقع مثل ما أنت ما بتتوقع أنه الدبابات المصرية عند محاولة عبور، إذا بدها تصير محاولة عبور، يفتحوا النار على مواطنين فلسطينيين عزل، يعني بنفس الصورة إذا بدك. ايه بس جنرال، هلأ هون استطرادا هتكمل فكرتك، بس أنه قطاع غزة فلسطين. نعم. ومصر هي مصر، يعني انه شو المشكله انه يعني انه مصر ما تكون ما تدافع او ما تقدر تفوت على، لانه هن اشقاء، مش انه يعني صحيح الاحتلال بغلاف غزه وغيره، ولكن غزه هي فلسطين ومصر هي مصر، يعني ما في مشكل حدودي. يعني لا صحيح، قصدك المشكل الحدودي بوجود المدرعات الدبابات. نعم. يعني هن حطوا الدبابات على ارضهم سياديه وحرين. نعم. يدافعوا عن سيادتهم. نعم. بالشكل اللي بيشوفوه مناسب. نعم. اما الغايه من وضع الدبابات، كنت عم بقول لك انه اذا بدك تشبه الوضع، بتشوف النازحين السوريين اللي عم يفوتوا هلا، وكل العالم بدها توضع حد لهالشيء، بس تصور وقف كتيب الدبابات وفتحت النار على هالنازحين بنفس الوضع. يعني انا بستبعد الجيش المصري يفتح نيرانه، انما كعمليه ضغط ما بتعرف كيف بتتطور، ولا بنعرف شو اللي بيصير. عندك الغزاويين بشمال غزه صار تقريبا وضع محسوم، وعم بيروحوا لوين؟ على الجنوب. على الجنوب. بالجنوب شو بده يصير فيهم؟ ما في مخيمات ايواء، ما في مراكز ايواء، في مستشفيات، في مدارس جهزت على عجل، ما في مياه تكفي، ما في ادويه، ما في محلات للمسنين للاطفال، ما في شيء. يعني برايك اليوم طلعت انه في فترة 15 أو 14 يوم أعطاها بايدن لنتنياهو مثل ما بيقولوا باللكسيك تبعولهم أنه تينهي عملية غزة، وبذات الوقت عم يحكوا أنه صفقة تبادل الأسرى بدها تاخد مجالة. هل ماذا يعني هذا ميدانيا؟ يعني بالنسبة لتحرك التحرك العسكري صمود غزة وتحرك الجيش الاحتلال الإسرائيلي، قداش بيقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي يدل على هالمنوال، وقد بتقدر تصمد قطاع غزة؟ قد برأيك يعني اللي بدنا ندرسه هلا بدنا نشرحه؟ هن قالوا حماس بالأول أنه ضاين 6 أشهر بدون مصير. حماس قالت من ضاري 6 أشهر، والجيش الإسرائيلي أعلن على لسان نتنياهو أنه حربنا طويلة 6 أشهر، استعدوا لفترة 6 أشهر. هون بدك تشوف الجيش الإسرائيلي هل قدرته احتمال 6 أشهر من القتال؟ خلينا نشرح الجيش الإسرائيلي كيف وضعه. لا. كنت قلت أنا ببداية حديثي أنه بني على أسس، من هالأسس مثلا بني على دولة لهذا الجيش، أول شيء بني على استراتيجية العمق المصطنع. نحن بنعرف كان إسرائيل عم أدي هالقد، شو بيعمل؟ جيب الطيران، وبالطيران بينقل المعركة على أرض العدو، وهيدا يسمى عمق مصطنع. صرت انت ما عم بتقاتله على حدوده، صرت انت عم بتقاتله على مسافات بعيدة منه، وهدوك ما عندهم طيران. هو عنده طيران. وهيدي بالمناسبة هيدي من النقاط الحيوية اللي انضربت عن يد حماس او حزب الله، انه عملوا المعركة على الارض الإسرائيلية. هيدي الضربة اللي بتوجع على إسرائيل فعليا، مش بس معنويا، ماديا بتوجع كتير. انت فاتوا على الغلاف وفاتوا شي 30-40 كيلومتر. صحيح صحيح. ثاني شغلة بني على، لأنهم عددهم قليل ما بيقدروا يجمعوا جيوش ويجندوا عسكر مثل الدول العربية. الدول العربية سكانها موجودين، بلحظة بتجند مليون، بتجند مليونين، ما بيقدروا. شو قاموا عملوا؟ اجوا بفكرة الجيش العامل الصغير والاحتياطي الكبير. كيف؟ لهالسبب بتلاقي الجيش الإسرائيلي عند أول عملية أمنية، عند أول احتكاك، بس يصير جدي بيقولوا لك استدعوا الاحتياط. هلا جيشنا عنده احتياط، بس نحن ما استدعينا الاحتياط بعد ولا مرة،
لأن العسكري بالجيش اللبناني بيطلع الاحتياط بس يبلغ عندما يبلغ من العمر عتية. نعم. يعني وقت بصير ب 52 العسكري والضابط 58 وحسب الرتب من الواحد ل 58. إذن هن شو الفرق عندهم؟ هن كل مواطن إسرائيلي مجبور يخدم 3 سنوات بالجيش ويسمى قوى الاحتياط. وقتها بتستدعي الاحتياط بترفع عديد جيشك لل 450 أو 500,000 مقاتل. طيب معلش، ال 400,000 اللي عم يحكي عنهم نتنياهو هن كلهم قادرين يكونوا بالمعركة أو قادرين المعركة؟ استدعيهم. استدعيهم. التحق منهم حوالي ال 400 أو 350 من فترة. نعم. يعني فترة أسبوعين كانوا بال 370 أو 380. يعني المعركة اللي صارت اللي تنفذوها طوفان الأقصى. نعم. ما أثرت على معنوياتهم للعسكر اللي رجع استدعيهم؟ حكما بدها تأثر على المعنويات، بس نحن عم نشرح شيء آخر. عم نحكي عم نحكي نحن بليش الجيش الإسرائيلي قادر يقاتل 6 أشهر أو مش قادر. عم نقول جيشه احتياطي. أنت ساعة اللي بتستدعي الاحتياط، ساعة الإسرائيلي بيستدعي احتياطه من الخدمة، شو عم بيعمل للخدمة؟ شو عم بيعمل؟ يعني المهندس عم بيترك وظيفته يروح، يعني الأستاذ عم بيترك. أيوة. هلأ في دعم الدولة الأمريكية، أمريكا بعتت 14.7 مليار دولار دعم دغري أول شيء. هذا بيعتبروها أنه هذه الولاية 51 على العالم. صحيح صحيح. هلأ الدعم أو العلاقات الإسرائيلية الأمريكية واضحة وغنية عن الشرح. إذا بعتوا دعم بقيمة 14.7 مليار دولار. طب وقديش بده يضايق؟ الفكرة أنه بيروحوا بيجي غيرهم، ما في مشكلة. ما بعتوا لأوكرانيا 60 مليار دولار عملية طباعة، انت بتعرف. بس اوكرانيا خربانة يعني. ماشي، بس انه في عندنا دعم 60 مليار، انه اذا اسرائيل 14 ما كفوا بيجي 14 تاني. بس الفكرة انك عم تدعم بالمصاري، اما عجلة الاقتصادية ما عم بتدور. يعني العامل منه عم بينتج، في مصاري بس حتى بتضلك واقف. المهندس ما عم يشتغل، الاستاذ العجلة الاقتصادية واقفة، انما مشتغل. الدولة ما عم تنهار. ليه؟ لانه فيها دعم مادي. طيب لسبب انت بتلاحظ وكل مراقب بلاحظ انه الحروب الاسرائيليه تحسن بفتره الشهر. بال 2006 33 يوم له خلص، خلت فوت الدبلوماسيه، فاتت كوندوليزا رايس. بال 82 طلعوا اهالي 4 رهائن وعملوا مظاهره لحتى يوقفوا الحرب. أوكي. بعد شهر ما بتحمل دول. الحروب العربيه الاسرائيليه ولا مره فاتت، هيدي هالحرب صار لها 40 يوم. بقول لك انا انه عنده صعوبة بالاستمرار، بس أنا أقدر أنه ما عنده خيار آخر غير الاستمرار. اليوم اليوم كينونة الجيش الإسرائيلي بعيون الإسرائيليين على المحك، نظرة الإسرائيليين للجيش الإسرائيلي على المحك. إذا بتتابع الفيديوهات اللي عم تيجي من هونيك، كل العالم أي مع الجيش الإسرائيلي. هو التواصل الاجتماعي يشتغل ضده. تاخد ميزانية كتير كبيرة منا نحنا، وعم تاخد شبابنا لتحارب، مش عم تقدر تدافع عنا. جيشهم بحاجة لنصر، وهيدي بتخوف. وين بدها تترجم؟ بغزة ولا بتترجم بجنوب لبنان؟ ولا عندهم فكرة أخرى؟ إذا قديش قدر يستمر؟ بدك تشوف قديش قدر يستمر. طيب 360 أو 380 كيلومتر مربع هو كل قطاع غزة، وفي مليونين نزح منهم على الجنوب. كيف بيفكروا عسكريا او استراتيجيا؟ يعني بتصورك. نعم. اللي عم بيقاتلوا بقطاع غزه، اول شيء قديش ممكن يصمدوا، وكيف عم بيفكروا، وما في والافق، وين الافق؟ الافق الميداني قبل ما يكون سياسي. نعم نعم. كل مقاتل وكل قائد عسكري وكل وحده عسكريه عندها اساليب القتال وعندها اهدافها الاستراتيجيه التي تختلف عن غيرها. القائد اللي بموقع العدو اللي عم بيقاتل مع التاني، هون شطارته وهون حسن قيادته، يكتشف افكار العدو تبعوله ومناوراته من انتشاره على الارض. لحد هلا اذا بدنا نطلع نحن ونحلل ونشوف الفلسطينيين كيف عم بيقاتلوا من غزه، بنقول استراتيجيتهم قائمه على الانفاق. من الواضح تماما انه غزة مدينة شرق اوسطية بمعاهد العالم. وقت بيروحوا العسكريين يعملوا دورات بدرسون بقتال الشوارع وحرب المدن على نماذج من المدن الاوروبية. المدن الاوروبية صحيح
تقسم على أساس المستديرة. يعني عندك باريس سيزيام، باريس أونزيام، باريس سانكيام، دوارات مستديرات، دائرة وراء دائرة. المدن الأمريكية تقسم بالمربعات، بقول لك انترسكشن مثلا هيدا الشارع مع هيدا الحرف مع هيدا الرقم، توصل انت بيعطيك رقم المبنى. المدينة الشرق الأوسطية يعني معروفة مثل بلادنا، بتلاقي طالع مول، بلزق المول، في محل دوليب، حد محل دوليب، في مبنى سكني، بيوجهن في مدرسة، بيوجهن في مدرسة، يعني خبيصة. وغزة أكثر من هيك، مدينة شرق أوسطية، مدينة شرق أوسطية نامية أو نميت أو بنيت بدون نظام، بدون تنظيم. وفوق هيدا كله المدن عندها ثلاث أبعاد، طول وعرض يعني مدى واتجاه وارتفاع. ايه لانه بنشوف في عندهم اوتوسترادين هيك، واحد بالنص اوكي وارتفاع. طب عنده عمق رابع، هو العمق هو نزول بالارض، المدينة كاملة تعطلها هيدي هون. انا اعتقد انه الدفاع الغزاوي قائم على هالنقطة استراتيجية، على وجود الانفاق. ولحظة اللي يتم سيطرة او تدمير او شل انفاق غزة، تعتبر انت فيك تعتبر المعركة بغزة انتهت. طيب هل يحق لي جيوش العالم شو ما كانت انها تستعمل أسلحة يعني محرمة مشان تقدر تسيطر على الأنفاق؟ اللي بحق وما لا يحق لجيوش العالم معروف باتفاقيات فيينا، أسلحة الدمار الشامل ممنوعة، الأسلحة التي تلحق ضررا كبيرا، الأسلحة التي اللي بتموت شو ما كان السبب، هيدي محرمة دوليا، بس عم بيستعملها الإسرائيلي. طب هذا باقتحام مجمع الشفاء بغزة، نعم، شو يعني هو كان يعني يمكن انه ما وقعوا بالخديعة انه ما في مسلحين هون، يعني عم يفوت على ما في حدا، ما في مقاومة. مظبوط. هل برأيك او بتقديرك انه كان في مسلحين بالمجمع؟ هلا انا ما عندي المعطيات، نعم. احكم ما كشفت ولا طلعت تقارير، نعم. بتقول شو موجود، واذا بدي صدق اكيد ما رح صدق الاسرائيلي. اما اذا بتسالني رايي بالموضوع، عنده اهداف عسكريه، حاطط الاهداف العسكريه بناء لتحقيق استراتيجيته بده ينفذها. هلا شو بيجمعوا بالباقي بسموهم winning hearts and minds، بده يربح لك المنطق، العواطف تصير صوبه. كيف بده يبرر ضرب المستشفى؟ بده يقول لك في مركز قيادة تحت منا، يعني قريت يعني بيخلي قلوب الهارتس تبعوا الإسرائيلية انه ماشي، انه انا بدأت مش بس الإسرائيلية، اليوم والغرب، في عندك اليوم متغير أساسي بالغرب، عندك عم بتشوف بأمريكا، عم بتشوف ببريطانيا، بأوروبا، بعدة مدن، بعدة مدن أساسية من دول أول أوروبا. مرة بتصير، أول مرة بيتعاطفوا مع الشعب الفلسطيني، بيتعاطفوا مع الشعب الفلسطيني، غزة وفلسطين والعالم الفلسطيني، صار كل العالم تعرفه. يعني عندك عالم عم تنزل بمظاهرات على الطريق حامل العالم، مظاهرات مليونية، الأطفال الكوفوز يعني الخدج اليوم التالي، يعني على المرة التواصل الاجتماعي اشتغل ضد. ولذلك إذا بدك تعطيه عنوان هالمعركة، أطفال غزة. هن أطفال غزة اللي ربحوا الرأي العام أكثر من المقاتلين. طيب يعني أنت عم تشاهد، يعني عم تسمع البيانات برأيك الإسرائيلي وين صار بشمال غزة؟ شو عم يعمل؟ حسب ما عم نتابع ونشوف، الاستراتيجية اللي استعملها استراتيجية عسكرية، واستراتيجية عسكرية صحيحة ولا شك، لأنه الفكرة اللي عملها قبل كل شيء عزل المدينة. إذا بتتذكر اجتياح 82، ب82 الإسرائيلي فات على الجنوب، تجاوز بيروت وكفى باتجاه شمال لبنان، نعم. وصلت اليات الاستطلاع تبعيته على عكار، ايه عكار، نعم. انا بتذكر هديك الفترة عكار، ورجع تراجع على تنورين والعقورة، اليات الاستطلاع، تنورين نعم. والعقورة عمل انتشار، نعم. كان عنده تواجد، نعم. بس كاستطلاع ميداني انا بعرف، لانه يعني معصر هديك الفترة، يعني الكشافي والهندسي وصلت عقورة قوى الاستطلاع، نعم. الكشافي في الوحدة، ايه. الكشافي حتى لانه في ناس استكشاف، في ناس قوى الاستكشاف، صحيح مزبوط، قوى الاستكشاف وصلت على عكار. بينما شو عمل ببيروت؟ جوازها وقطعنا. إذا في أسس للتعاطي مع الأماكن الأهلة،
وفق هالأسس أنا بشوف أنه كان العمل صحيح. بداية عزل للمدينة وهو بالنسبة له جزء الخطر اللي بيسميه غزة هو غزة الشمالية، عزلها قطع بالنص، خلى غزة على وثبتها من الشمال وقام بمهاجمته الأساسية بالوسط. وبالبحر كان عم بيوجه كمان بالبحر ما عمل منازل، ما هو سيطرة له بالبحر، ما عمل انزالات. ممكن يكون رمي من القطعة البحرية، انما الدرونز اليو اي فيز والطيارات والمدافع ما خلت مطرح للبحر يعني. طيب يعني هلا بالشمال شو بده يصير يعني من هلا مثلا؟ اللي شفناه هلا هو تم تثبيت جزء شمالي من غزة من الشمال الشرقي والشمال الغربي، وتقدمت القوى هنيك بمحيط دير حنون او دير حنون. في قتال شرس وقفوا التقدم الاسرائيلي، بينما على الجهه الغربيه قدروا ينزلوا، مع انه هذيك المنطقه كانت العالم متوقع انه يفوت عليها كزدوره لانها مناطق زراعيه. بس بالانفاق، الانفاق ما بتبين وين يمكن. هلا الانفاق ما بتبين وبتبين، وخاصه بس يدور القصف وبس يصير هالدمار اللي انت عم بتشوفه دمار شامل، اي انفاق بعد بدك تحكي لها. وقت اللي بتلاقي بنايه 7 طوابق نزلت على الارض، اوكي رح تحمي المقاتل، رح تشكل عائق، يمكن رح يكون متريس للمقاتل الفلسطيني وعائق امام التقدم 100%، ولكن بيكون سكر نفق. برافو عليك، بيكون سكر نفق ممكن، لانه مدخل النفق منه بعرض الطريق، مدخل النفق تحت البنايه. طيب جنرال، القتال اللي عم بتخوضه البواسل تبول حركه حماس من عمليه طوفان الاقصى الى الان، طيب بالعلم العسكري يعني قطاع محصور مساحته هالقد منقطع عن الضفة الغربية ويمكن عنده رفح مع مصر، كيف قدر عمل كل هالتدريبات وكيف يعني حوش أو يعني حضر كل هالأسلحة والمسيرات من دون علم المخابرات الإسرائيلية، وكيف أصلا وصلت له يعني؟ ولا شك بدء العملية كل العالم كان عنده اندهاش، انه ذهول انه عندك مئات المقاتلين جرى تحضيرهم، ووين من غزه وفلسطين، ومعروفه اجهزه الامن الدوليه قديش تركيزها على فلسطين وعلى الحركات وقديش مساعدتها حركات المقاومه الفلسطينيه، وبتعرف من المخيمات من عنا يعني كيف تعطيهم بالامن. كانت موضوع علامه استفهام كثير كبيره مدى سرية هالعمل هيدا. في بعض الجهات بتروح فيه بتشبهه بعملية استدراج، انه كان معهم خبر وتركوهم يضربوا. هيدي عم بحكي عن وجهة النظر الخبيثة، هيدي وجهة نظر، هاي وجهة نظر، مثل ما مثل وجهة نظر ابريل جلاسبي مع صدام حسين وجروا على الكويت وقالت له نحن ما راح، هذا شأن داخلي، شأن داخلي ما نتعاطى فيه، وبس فات له الاطلاع وهو كان في وجهة نظر. اليوم انا مطلع عليه بتعتبر هالشيء هيدا، اما قديش صحته بدك تنطر الوقت يعني. لانه يعني وقت اللي قال بايدن يعني هيك زعم بكل بشكل سافر انه والله اللي صار مثل 11 ايلول، لانه ب 11 ايلول من بعد كم شهر من 11 ايلول في اخبار كانت تطلع هيك اخبار صغيره بنيويورك وبواشنطن بتقول انه الاف بي اي باحد الولايات كان عندهم علم بانه في حدا عم يتدرب ليعمل هيك عمليه، ووضع هذا الخبر او هذا الاخبار بالدرج لحتى صارت 11 ايلول، لحتى الولايات المتحده تجتاح افغانستان ثم بعدها العراق. يعني هيك فهم، عم نحكي بنظرية المؤامرة والخبز. طيب يعني الأهداف بعد عند نتنياهو بعد ما حققها كلها، يعني بعد ممكن نشوف إجرام أكثر أو تهجير أكثر. الإجرام والتذبيح الأطفال وضرب المستشفيات بدك تتوقعها أكثر، لأنه هلا بلشت معركة الالتحام. سابقا كان نبعد عزل المدينة، وراء عزل المدينة الآن هلأ يجري تقطيع أوصال المدينة، يعني تقسيمها لمربعات، هن مربع الشفاء
هيدا معتبرينه مربع. هيدا تقسيم تقطيع أوصال المدينة. من بعد ما تقطع أوصال المدينة بتبلش بعملية التنظيف والتطهير، وهون أنا هنا أتوقع القتال الفلسطيني. يعني هون بيبلش قتال الفلسطيني، يعني لأن اللي صار لحد هلا ما قادر الفلسطيني منازلة هون. إيه نعم، ما قادر الفلسطيني يواجه الإسرائيلي بالديناين المدرعة يلي بترد الصواريخ. وبالمناسبة التكتيك اللي اعتمده الإسرائيلي بدخوله تكتيك ذكي جدا. شو عمل؟ جاب جرافات D9 مصفحة وبتزحط على كل الأزاف اللي بيصفحها، واللي بتصيبها ما بتخرقها. بتعرف طبيعي بيعملوها بشيء معين حتى المقذوف البالستي ما يصيب بزاوية 90 درجة، يضل تزحط تعطوها السماكة. بس حتى حتى يعني الأزاف اللي مطورينها حماس يمكن تخرقها ويمكن ما تخرقها. الأزاف اللي مطورتها حماس بدائية جدا وبدأ شجاعة كبرى من المقاتل، وهم عندهم إياها لأنه عم بيروح يطلع من النفق ويطرق. مش يطلع ويطرق، بده يطلع ليضرب. بس هو هيدا المخزوف اللي أنا شفته بده يخدها يحطها على ظهر الدبابة ويبعت لبعيد يضربها. يعني من الصعوبة إنه مش لعبة، عرف كيف؟ إيه إنما المعركة الحقيقية هلأ. المعركة الحقيقية هلأ، لأنه بس يخلص دور الميكانيكي، خلصت الجرافات ومشيين ورا جرافاتهم. آليات تسمى آلية الهندسة المدرعة، إذا عندك فكرة عنها. يعني العسكرية تمشي المدرعة، بيمشوا وراها المقاتلين المشاة والمدرعة. هيدا اسمها آلية هندسة مدرعة، آلية هندسية تكسح الألغام. أيوة، بتفجر الألغام تحت الأرض بدون ما يكونوا ظاهرين على وجه الأرض. فيها شفرة جرافة بتفتح طريق، بتفتح له الطريق وعليها مدفع دبابة. اسمها آلية هندسة مدرعة، العسكريين بيفهموها تماما. نعم. ورا هالأنساق هيدي عم بيفوتوا نساء المشاة المؤللة أو المدرعات تبعيتهم. يعني هن اللي مهاجم بوسط غزة لواء المدرع 401، واللواء المدرع عنده مشاته وعنده قوته الخاصة. هن هيدا فات من الشرق إلى الغرب، وبهالمحور اللي فتحوا الكوريدور صار كل حوالي 500-600 متر يعمل بجرافات اللي هي أول نسق، وبآليات الهندسة اللي هي تاني نسق، يعمل ساتر على شكل دائري. إذا بتتابعهم بصور ساتيلايت ببين ساتر دائري بارتفاعات، يحمي الآليات تبعيتهم ويحمي لهم عسكرهم، وبتصير نقطة حصينة. هالنقطة الحصينة بتابع التقدم لنقطة تانية، والنقاط متواصلة مع بعضها، نيرانها متشابكة واتصالهم بالنظر، عمل مراكزه. إنما هلأ القتال داخل غزة، بيعملوا وقت اللي بيجوا بيحطوا الخارطة بيقولوا قديش 380 كيلومتر مربع، خلينا نعمل مربعات لكل 10 او 5 كيلومتر او ما بعرف حسب اهميتها توزع المربعات. طيب اليوم نعم. عشو عم بيراهن المقاتل المقاوم المجاهد الفلسطيني؟ هل عم بيراهن انه يجي قرار سياسي بوقف اطلاق النار، ام انه يجي مساندة خارجية؟ لانه كلهم قالوا هذه معركة فلسطينية، وحتى ما يصير في وصل واعطاء حجه للامريكان انه يضربوا كل المناطق. الجبهات الممانعه والمقاومه هل يمكن ان تساعد الغزاويين؟ عم نحكي عمليا وميدانيا. اوكي. انا اعتقد بريدا انه الامريكان ما بده يضرب كل المناطق، لانه عنده حسابات اخرى ومختلفه كليا عن المنظار الضيق اللي نحن ممكن نطلع فيه. هلا الرهان على مساعدة، الرهان الفلسطيني على مساعدة دول أخرى، طلعوا لأحاله بالأرض، يحو موجود. هو هلا عم بيقاتل في 21 دولة، كلهم عم بيبكوا، 21 دولة عربية كلها عم تبكي وكلها عم تستنكر، بس بالقتال ما حدا رح يساعده، هو لوحده عارف حاله. بالالتحام ما حدا رح يساعده، بالالتحام خلص. بالمساندة الصاروخية مثلا، يعني خلينا نحكي بصراحة إنه بيقولوا لك الحوثي بيقدر يضرب صواريخ تيخفف من ضغط الهجوم. في مواقع قبال أسمرة قبال إريتريا، العدو الإسرائيلي قاعد حاطط فيه مواقع عم بيجرب، يعني بالقبة الحديدية وغيرها، أنه ينزل الصواريخ الحوثي. هل محور الممانعة في المنطقة يستطيع التخفيف عن المقاتل الفلسطيني؟ محور الممانعة بالمنطقة بحال دخول الحرب الشاملة ولا شك مش بس بيخفف عن الفلسطيني، بيخفف عن الفلسطيني وبيصعب الوضع الإسرائيلي. بس السؤال بداية الأمريكاني، السؤال
بيناسبوا محور الممانعة هلأ يفتح الحرب الشاملة، هيدا وقت الحرب الشاملة، يعني هلأ وقتها بحساباته هل تطلع ربحة؟ هلأ وقتها يفتح اليمني والعراقي والسوري وبلبنان والجولان، يفتح جنوب لبنان، يفتحها كلها تسوى. خلينا ناخذ منك الجواب بعد الفاصل على هذا الموضوع. نعم. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. جنرال فادي داود مرحب فيك مرة تانية. شكرا. جنرال، قبل ما نوصل على الجبهة الحدودية اللبنانية اللي هي بتعتبرها يعتبرها نتنياهو الجبهة الشمالية، كنا عم نقول انه شو ممكن تفكر دول الممانعة او المحور، يعني بدلهم يضايقوا الامريكان ب يعني على حدود العراق سوريا بالحقول النفط بكونيكو بالتنف بين العراق والأردن مثلا، هل ممكن يكون مصلحتهم يحركوا هذه الجبهات؟ أنا بعتقد ولا فعالية ميدانية أصلا. كنا عم نحكي قبل ما نطلع، قبل ما تعطي الفاصل الإعلامي ونطلع بالبريك، أنا عم نحكي أنه هل من مصلحة الممانعة فتح الحرب الشاملة الآن هلأ بهاللحظة هيدي؟ إذا بدنا نيجي نطلع الوقائع على الأرض خلال 40 يوم، خلال 40 سنة التفت على الأرض، خلال 40 سنة ما في نظام من الأنظمة العربية إلا تعرض وتغير النظام وكلية سوا كانت موالية، والنظام الوحيد اللي هو معارض كليا للغرب بعده مستمر اللي هي إيران، اللي هي محور، اللي هي أساس محور الممانعة. هلا عم نحكي عنها. عن إيران اللي هلقتني إلى 40 سنة، أوكي عم تاكل ضغوط، عم بيجي عليها ضغوط، بيجي عليها عقوبات، إيران مستمرة ونظامها مستمر. شو السبب؟ أنا برأيي عم تعرف تلعب بالوسط، عم تعرف لوين بتوصل بضغطها، البقية ما عرفوا حسبوا حساباتهم لوين بيوصلوا. سقط. وبالتالي. أسقط. وبالتالي. كل اللي عم بتشوفه يعني في ذكاء ايراني عم يعرف وين حدود اللعبه او حدود اللعبه، بيعرف حدود اللعبه بيوقف عندها وقت اللي قصفوا، وقت اللي طلعوا الامريكان اغتالوا اللواء قاسم سليماني، بشو ردوا الايرانيين؟ ردوا بعمليه على قاعده عين الاسد، ما هيك؟ وطلع ترامب يومتها، ترامب عم بيقول اوريدي فينا نقول الرئيس امريكا كذاب، ما بقول لك لا، بس طلع انه حكي اللي حكي، طلع حكي اللي حكي وقال انه بس انه انت بتحليلك محسوبة. بتحليل مش محسوبه. الوزير الخارجيه القطري زودنا بالخبر، قطري مدري العراقي بذلك الوقت، قطري معهم علاقات معهم عنده علاقة. هو طلع وحكي هالحديث هيدا انه نحن لنحلل ناخذ موقف، بدنا كلام شخصيه نفسي. كلام رئيس نستند عليه، انه اللي عم بقول الفكره اللي عم بوصلها انا ما عم بفتش بمصداقيه الحدث ام عدم مصداقيته. نعم، بس عم نشوف مدى اللعبه، عم نقول انه اللي عم بيلعب ملتزم بالضوابط وبيعرف تماما وين الضوابط، وين بيوقف، وين بيكمل. وبالمقابل كمان الامريكي بيحسب حساب، يعني الامريكان اليوم عنده جبهته باوكرانيا وعنده موضوع الصين وتايوان، هذا بده يلتقي الرئيس الامريكي مع الرئيس الصيني فرانسيسكو، بده يشوفوا بسان فرانسيسكو، بده يشوفوا شو بده يعملوا يعني. اوكي، ومن كل عقلك انه ما عم بيناموا المنظرين الاستراتيجيين وصناع القرار والسياسه الامريكيه عتلانين هم الشرق الاوسط. انا برايي الشرق الاوسط ومشاكله اخر اهتمامات هالدول، باخر سلم الاهتمامات، بس بالغاز وباسرائيل بيضلهم موجودين. موجودين، ما طلعوا منها ولا بيتركوا اللعبه، بالغاز ولا بيتركوا اللعبه، بس الفكرة انه مخليين اللعبة هون ضمن السيطرة، تحت السيطرة، قيد الاحتواء، ولا بيخليها تنفجر وتطلع من ايده، لا خليني محتوية، خليها تحت السيطرة، خليها تحت ايدي. لذلك اذا بدك تسمع الفريقان مش من مصلحتهم تتفجر ابدا، مش لهالسبب. هيدا انا بقول انه المحور الممانعة ليولع جميع الجبهات الاثنية، يعني ايران تفلت لك كل الوحدات، وين مصلحتها؟ الجبهات تستعمل صندوق بريد وليس أكثر، يعني اللي نحن بنسميها القواعد اللي عم تنقصف صندوق بريد. طيب اليوم لننتقل على الجبهة الحدودية الجنوبية. نعم. في معلومات اليوم من الكيان الإسرائيلي بتقول أنه لا، الكابينت تبول نتنياهو ما بدون يعني لا يرغبون،
انه بحرب مثل 2006، بس كل الناس عندها توجس، ان كانت على مستوى المقاومه وحزب الله، وان كان على مستوى المجتمع اللبناني وحتى الكيان الاسرائيلي. شو ممكن يصير على الحدود، وكيف مراقبتك ل يعني لسير الامور من 30 يوم لهلا على الحدود؟ يعني في عندك شيء 60 شهيد للمقاومه يعني بدايه. وخليني ارجع جاوبك على 60 شهيد، اذا اخذنا التحليل لمحل ثاني ردنا على يوم المعروف. بدايه لحتى نفهم نحن ليش عم نقول الاسرائيلي نتنياهو عم بيدفع باتجاه الحرب والكابينت قايم عليه. في موقف امريكي، تما اقول اسرائيلي بنقول امريكي نتنياهو عم فتش على النسبه كيف بدك تنسب لنتنياهو. الامريكي نتنياهي نفتالي بنت. نفتالي بنت كمان. نفتالي بنت، يعني عندك نتنياهو وزير الدفاع تبعيته اثنيناتهم سوا، العلاقه مع الامريكي منا راكبه كثير منيح. وبتلاحظ لمتابع السياسه الداخليه الامريكيه انه شو اللي حرك حزب الليكود هلا امبارح ضد نتنياهو؟ ما هو حزبه، ما هو الداعم الاساسي. شو اللي قوموا كليته سوا عليه؟ لحظه اللي رفض هدنه الخمس ايام اللي طلبها منه الامريكان قاموا الليكود عليه. يعني هلا نحن امام، يعني في نتنياهو بس بده الحرب، في نتنياهو وبنت ومحور وزير الدفاع، طب ما عنده محور. هو وزير الدفاع تبعه ونتنياهو عارف حاله منتهي يعني ورا الحرب، عارف حاله. انما الاسرائيلي معروف سنه 2006 قد ايه كان ماخذهم كبير على اولمرت، هو ورئيس جمهوريه، هي المعركه ماشيه ما حدا حكي كلمه عليه. وقت انتهت المعركه حطوه بالحبس فينوغراد وفوت على الحبس. يعني ما تستغرب ولا بتستبعد انه يكون مصير نتنياهو مشابه لهالشيء هيدا، انما عم نشرح نحن حدود الميدان، الحدود قديش ممكن توسع، قديش ممكن توسع. اللي انا بعتقده انه هالحرب بتضل مضبوطه، يعني من بدء الأربعين يوم لهلا حدود اللعبه من 3 إلى 5 كيلومترات ما عم تتوسع اكثر. واذا بدك تاخذ مواقف الاطراف كمان السيد حسن قال الميدان هو اللي بقرر مدى قديش منزج قوينا وقديش قد انغماسنا باللعب العسكري باللعب بالمواجهه، هو الميدان اللي بقررها. يعني انا بشوف هلا انه الامريكي قلنا الايراني هو الاساس المحور بده يتجنب الصراع. الامريكي ما له مصلحه، يعني عندك حزب الله جوهرة التاج الإيراني، تاج الممانعة كلها جوهرته هي حزب الله. ما طيب القوى الأمريكية والأمريكان عنده أوكرانيا، عنده اهتماماته برا. من تاني مال عندك قوات، برافو عليك، عندك بالكويت اليو اس ارمي، يعني المشاة او الجيش البر عندهم، اليو اس ارمي قاعد بالكويت. عندك تاني بقطر قاعدة العديد الجوية، قطر هي الأب الروحي لحركة حماس. مزبوط. عنده قواعد بكل الخليج، بيبعدوا 200 أو 250 كيلومتر عن إيران. لا بده يعرض هالمصالح بهالوقت هيدا. بتشوف ما بيعمل حرب عالمية كمان، ما بيعمل بتشوف كل الموفدين اللي عم بيجوا لهون عندهم عنوانين لحديثهم. القوة تبعيتنا حتى تردع الإسرائيلي وتحافظ على ديمونا، لأنه الإسرائيلي عنده دولفين غواصة نووية، هي موتورها مش نووي بس، ولكن تطلق صواريخ نووية بس هي مش نووية. وعندك الإيراني عنده النووي. إذا الأمريكي هون حتى يحافظ keep balance. إذا بتقرأ سياسة الأمريكي بالحفاظ على التوازن من بدء دخوله وتعاطيه بالسياسة الدولية، لأنه هو حديث نسبيا بالسياسة الدولية، بالحرب الأولى أمتين فات الأمريكي على الحرب بالآخر. بالحرب الثانية وليش بالآخر؟ بس يلاقي محور رح يسيطر على الثاني، بيعمل توازن، بيعمل توازن. كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان دعم كوريا الجنوبية، بس وصلت المي عم نخيرة لهون نزلت عن نخيرة، قال له خلي كوريا الشمالية يعني بيعمل توازن. وبنفس الـ بنفس الـ بنفس الـ حسب رأيي أنا يعني بنفس الميزان إيران راح عم يحافظ عليها، يعني بوجه المحيط الكبير. يعني قادر يكون إيران يلعب بالسياسة قد دولة كبيرة، دولة عظمى.
دولة عظمى منه دولة عظمى من الدول الكبرى بالسياسة بحدود السياسة بالسياسة يعني. بيقدر يفرض حاله هو وذكائه واستراتيجيته أما استمراريته هلا بتقول لي تحت ضغوط إيه نعم تحت ضغوط وعقوبات وشعبه إنما مستمر نظامه يعني هاي دول بتعيش على الأنظمة مش على الشعوب طيب لنرجع نحكي على المدينة بس قبل بدي أسألك عن روسيا نعم شو الدور الروسي هون بكل شيء ما يجري به من وقت عملية طوفان الأقصى إلى أنا أعتقد أنه روسيا لو قيد لها أنه تلعب دور رح تلعب الدور الكبير بس باللي نحن وياك عم نشوفه وعم نقرأ الواقع قدامنا أوكرانيا الروسي مشغول فيها صار له سنتين وأوكرانيا بقلب بيته يعني بالصالون بيوت النوم طبعا صواريخ حده قالوا له أكيد بده يتصرف أوكرانيا أوضة النوم تبع البيت الروسي وصارت المعركة فيها هونيك برأيك فاضي قادر يجي يلعب حركة بس يمكن من مصلحته انه كمان تكون غير الجبهات يعني اكيد من مصلحته مش انه لا اكيد من مصلحته لانه كمان الامريكي وقت بده يرتقي هو والصيني مين بده يكون على الطاولة مصالح مين بده يتقاسموها وياكلوها بده يضرب مصالح الروسي اكيد من مصلحته الروسي انما هل قادر هو ما بعرف يعني ما عندي معطيات تقول انه الروسي قادر يلعب هالاتنية بالسياسة بحماس اما صاروخ من هون وازيفة من هنيك او مدفع هودي بسيطين طيب جنرال هلا بدنا نرجع نرتد على الميدان لانه من 5 سنين نعم. كانت المعركة المجلية فجر الجرود طبعا مع تحية للمقاومة نعم. من جهة وللجيش اللبناني حضرتك كنت القائد الميداني العسكري المباشر نعم. لعملية فجر الجرود نعم. أول شيء خلينا نتحدث يعني ميدانيا نعم. يعني نحن الفرق أنك عم تكتب خبر أو عم تقشع شو عم بصير فرق ما يكون أنت عم تخوض الميدان نعم. فينا هيك ناخد بعض الخطوط العريضة كيف خطوا هذه المعركة يعني كيف خدنا هذا المعركة هذا موضوع مش دقيق بنخوض فيه إنما التحضيرات اللي تسوى بداية رح نحكي شوي عليها بس بدي استهل حديثي بتحية لكل عنصر وكل رجل وكل ضابط وقف بهالمهمة وشارك فيها ولكل شهيد دفع ثمن كرامة الوطن وكرامتنا نحن كلتنا سوا بهالأرض وخاصة لأهليهم اللي ما بعرف كيف مستمرين بالحياة بهالظرف هيدا نحن شفنا المهرجانات بالمنطقة فوق نعم. بمنطقة البقاع وغير المناطق نعم. يعني كانوا يعني مثل الفاتح كانوا يحملوك ويحملوا هالشباب فعلا هو أنا هذا التكريم ما بنسبه لإلي هذا التكريم بنسبه للعسكريين كلية تسوى كل وقت بتكرم عسكري بتكرمه بصورة القائد تبعيته أو بصورة الشخص تبعيته بنشكرهم للشعب اللبناني وهي لافت إن الموقف لافت جدا بتاريخ الجيش اللبناني إذا بدك إذا بتتذكر تماما بعلبك تحتفي بالجيش بهالشكل هيدا طبعا حطينا مهرجانات بعلبك اللي كانت صورتها انه بعلبك تهريب المخدرات والطفار وكذا تلاقي بعلبك عم تطلب الدولة وانا بحديث بعدني بتذكر تماما انه بحديث مع اذاعة الـLBC بتذكر حتى وجهت تحية لبعلبك وهلأ بنرجع نعيدها وما احوجنا اليوم الى هذه الذكرى الى هذا الذكرى وهذا الالتفاف يعني ندعو انا بدعي كل المواطنين اللبنانيين ما ينسوا تضحيات اولادهم وشهدائهم ولو انه ما فينا نقول قطع علي الزمن لا ما قطع الزمن التضحيات ما بتموت جنرال هلا معلش انا بسمح لي احكي اذا بتقول عن هاي قطع الزمن في كتير محطات انا بعرف شو نعم. انت وزملائك و شكرا يعني واصدقائك وشامل روكوز وغيره يعني مش هنعدي انه بنعرف نعم. المحطات كلها كيف بدها تقطع نعم. عليها الزمن فجر لا يعني. في دم عسكر على الارض ما بيقطع عليها الزمن الام اللي حاطه صوره ابنها بالبيت ولابسه اذا عندك أسود. عصفور وراح بدلك تتذكر ولابسه اسود عليها لليوم ما بتقول لي قطع الزمن الجيش اللبناني هودي جماعه ما بيقطع الزمن عليهم تنطلع من الوجدانيات تنطلع من الوجدانيات منفوت على الميدانيات ولا شك يعني انت تصور تتعرف داش عظيم المعركة لتعرف انه لغاية هاللحظة هيدي دول العالم بعدها بتذكر الجيش اللبناني بهالمعركة وبتسلح الجيش اللبناني وبتبعت مساعدات على اساس من اساسات هذه على اساس من هالمعركة انه هيك تتصدى
بعدنا بذكر حتى ولا زالت منشورة أحد الكتاب عم بيكتب بموقع تعرف أمريكا معبية مواقع دراسات بينسب حديثه لمسؤول عسكري كبير بالسفارة بسفارة دولة كبرى، يعني واضح من هو عم بيأشر. هيدا المسؤول بيقول شاهدنا اليوم معركة من معارك القرن 21 يخوضها جيش حديث، انه جيش اللبناني بامكانياتكم المتواضعة. ايوه هلا ما رح احكي بكتير تفصيل عنها، بدي اعطي اشياء صغيرة بيكفي. انت عم تتعامل مع عدو بالمنطقة كلها سوا، ما في حدا انتصر عليه مثل ما نحن انتصرنا. هيدا بالعلم العسكري قوى تسمى السيمتريك، غير متماثلة. السيمتريك ما في سيمتري أو ما في شيء ريسيبروك، ما أنت بتقاتل القوى التقليدية بقوى غير تقليدية أو غير متماثلة، من أصعب أنواع القتال. يعني إذا بدنا نعطي مثل، النسر أعظم الطيور وأقواها، طلع قبيله فراشة ما بيقدر يلقط للفراشة، لا غير متماثلة بالطيران وبالواحد. هيدا تشبيه يعطى دايما بالمعاهد العسكرية، شو الحرب الكلاسيكية وشو القوى الغير متماثلة. إنما ما في مثل تقدر تعطيه لحرب جيش الجرود. جيش انتصر على السيمتريك وورفير بواسطة القوى التقليدية إلا هيدا. نحن ثبتنا، أدخلنا نظرية جديدة على القتال. حتى عم في احد الضباط يعني بكليه القياده والاركان، كان نوجه له تحيه، اكيد هو بيعرفه، ما راح نسمي الضباط، كان بدوله من دول العالم عم بيحكي، واتوا على ذكر هالمعركه وطلبوا منه، قالوا له روح درسوا المعركه وفصلوها وسجلوا دقائقها. اذا بتعتبر عندك 5000 عسكري عم بيناور على الارض، اكثر من طرف خارجي اجى قدم اشاده لقياده الجيش ولالي انا بالشخصي، انه حتى التفصيل اللي هو اخلاء المصابين، ما حدا استهلك ما يسمى بالساعة الذهبية الجولدن اور. من لحظة الاصابة عندك ساعة ذهبية بسموها جولدن اور، حتى مشان يشفي. ايوه اذا بتنقله فيها بتخليه ساعة المعركة، بتعطيه اكبر حظ بالحياة. الاخلاء لم يستهلك هالساعة هيدي. التقنيات العلم العسكري او اسس العلم العسكري كلها سوا طبقت، محاور إلهاء، محاور هجوم، الالتفاف، القوى المناورة على الأرض 5000 عسكري، ما في فريندلي فاير وحدة بجميع المقاييس المعركة. هذا سعكم من المقاومة يا حزب الله؟ اللي أنا بقدر أحكي عليه هو القتال اللي أنا كنت مسؤول عنه. من الحد الأيمن للحد الأيسر تبع معركة فجر الجرود، من الحد الغربي لتفوت بالحدود السورية، بقول لك على الارض ما في بندقيه عم تناور الا بندقيه الجيش اللبناني وبامره قائد المعركه اللي كنت انا. هذا اللي بقدر اقول لك ايه على العيله. وهيدا السؤال كثير مهم انك سالته، بيسالوا كثير عالم، كل مره جاوب بشكل يعني. المقاومه عملت دوره باماكن اخر، هيدا المكان هو للجيش اللبناني، للجيش اللبناني فقط اللي قاتل، نحن وحدنا اللي قاتلنا هناك، قدموا بغير محلات، وتحية لشهدائهم ولإنجازاتهم الشباب، بس هون معركة الجيش اللبناني فقط. فقط. بآخر هالحلقة بدي أسألك، هل صادفتم أنفاق أو مغاور أو شو كان طبيعة الأرض؟ لأنه حتى اللون اللي كان لون الأرض يعني كمان بيلعب دوره. كيف شو هلا كل سؤال بتسأله بيبقى فيه 5 تعابير، كل تعبير قادرين ياخذوني على حلقة معك. بدنا نعمل بعدين نعمل بس هلا بنهاية، بس حتى ننهي الحديث. عم تسألني على الأنفاق، هيدي البقعة الأرض بهاي المنطقة هناك تم تجهيزها للمقاومة الفلسطينية من قبل السوفييت ببداية النزوح الفلسطيني أو بداية يعني أول ما فات ياسر عرفات. طلع هاي البقعة هناك مظبوط في مغاور مجهزة كمقرات قيادة من هديك الأيام، استخدموا داعش. والملفت للنظر داعش غير النصرة كمان. يعني جرود عرسال كان فيها جبهة النصرة، جبهة النصرة هي جيش عسكريين منشق. جيش منشق، فلول جيوش ومن فلول ميليشيات، انتشارهم عشوائي. ولكن راس بعلبك
القاع جنود راس معلمك القاع في وادي في كهف كان اسمه مغارة الدب أو كهف الدب، هيدا كان الفاصل بجرد بين الانتشارين. بس تفوت على هالمنطقة فت على منطقة داعش، منطقة داعش انتشار أخر. انتشار عسكري بامتياز، كان في ثلاث خطوط قنن، خط القنن يعني خط جبل بيمتد من أقصى الشرق وبينحدر لأنه كل جبال لبنان من الشرق باتجاه الغرب. على أول خط قنن منتشر فصيل اسمه فصيل أسامة، حد منه أو باتجاه هيدا فصيل أسامة اتجاهه شرق غرب، بتطلع باتجاه الشمال بتلاقي متوازي لقله فرال له خط تاني اسمه فصيل أسامة، وتالت خط اسمه فصيل بكر، القوى اللي كان موجود على أولاد المنطقة بسموه البكرات، ما كانوا يعرف شو هي البكرات. لأخذنا المستندات وعرفنا أنه هيدا فصيل بكر، هيدا اللي كان ينزل الأعمال اللي نزلوا فجروا حالهم بالقاع. نعم. من فصيل بكر من هيدا الوعدة. يعني قدرتوا بواسطة المستندات بالمستندات واعتراض الاتصالات وأمور. نعم. كتيرة. آخر كلمة بس اللي عم بقول لك إياها أنه هالانتشار اللي كان على هالثلاث خطوط قنن أخطر. انتشار عسكري بامتياز، كل المراكز بتساند بعضها بالاتجاه يعني المركز على اليمين بيساند اليسار، اذا اثنين مش شايفين بعضهم بيخلقوا لهم مركز بالوسط، اذا في زاويه ساويه يعني غير ظاهره بوادي بحطوا فيها مركز اثنين المراكز، اول خط بيساندوا خط دفاع ثاني بالمدى بالعمق، يعني كل ما تطلع طلوع يعني في خطوط صعوبات جمه. جنرال فادي داوود، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. نشكر استضافتك. مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء مساءً.